السلام عليكم، اهلا خوتي وخواتاتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، اليوم شفت لكم عرضين. بالنسبه للعرض الاول فهو عرض وطني خاص بالجمعه المقبل 28 ابريل، ويتضمن اجهزه كهربائيه وادوات منزليه هامزات رائعه. اما بالنسبه للعرض الثاني فهو خاص بالمواد الاستهلاكيه والمواد الغذائيه، خاص بيوم الثلاثاء 25 ابريل. فرجه ممتعه، وما تنساوش حبايبي لايك وبارتاج، والى اللقاء.